أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص الذي يعكس آفاق الاقتصاد والنمو في المنطقة، وخاصة على خلفية تسارع متعدد ومتباين في التعافي والخروج من جائحة كورونا. أثار كثيرة اقتصادية، سياسات نقدية بدأت تتباين وتتفاوت لتخلق لدينا فجوات ربما سيكون لها تأثير مزمن على الاقتصاد العالمي. مصطلحات جديدة ضمن تقرير صندوق النقد الدولي لأفاق الاقتصاد في المنطقة. نسمع عن تعافي هش متعدد السرعات، ونسمع عن تضخم مزمن. كل ذلك نناقشه مشاهدينا مع ضيفي من واشنطن السيد جهاد أزعور، وهو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. أهلا ومرحبا بك دائما على شاشة CNBC عربية. من ضمن التقارير التي وجدت الحقيقة فيها الكثير من المصطلحات الاقتصادية ليست الجديدة بقدر التي يبدو يجب أن نسلط الضوء عليها، إلى أي درجة تعتقدوا ضمن دائرتكم التي تقصيتم فيها عن أحوال العالم والمنطقة تحديدا أنه فعلا التعافي أصبح هشا وهنالك سرعات متعددة بين دولة وأخرى في الخروج والتعافي من الجائحة؟ تفضل. بالبداية شكرا على استضافتي. ما في شك أنه نحن اليوم بمرحلة كتير مهمة نشهد فيها بالمنطقة ارتفاع بمستويات النمو وعودة إلى الانتعاش الاقتصادي بعد العام 2020 يلي شهد إحدى أصعب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. نتوقع أن يكون نمو بحوالي 4.1% هذا العام و 4.1% بالعام المقبل. بس كما تفضلتي وقلتي، هذا التعافي ليس بذات المستوى في كل الدول، فالدول التي سارعت بمواجهة الجائحة من خلال سياسات فاعلة للمحافظة على حياة المواطنين ودعم الاقتصاد، الدول التي أسرعت بعمليات التطعيم ووضعت آليات لحماية المجتمع كان لها القدرة على الخروج السريع. ضيفي إلى ذلك أنه هذا العام شهدنا تطورين أساسيين اللي لهم تأثير على اقتصاد المنطقة. أولا الارتفاع الكبير بأسعار النفط. ابتدينا العام بأسعار نفط بحوالي 40 دولار للبرميل، نحن اليوم بأسعار نفط تفوق 80 دولار للبرميل. وكما تفضلت وقلتي، عودة الانتعاش الاقتصادي العالمي كان هناك مع الارتفاع السريع بالأسعار. الملفت بهذا الأمر أنه التضخم هو بحجمه الأكبر ارتفاع بأسعار المواد الغذائية، وهذا له تأثير كبير على الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة. وأضيف أيضا أنه من إحدى تداعيات هذه الأزمة ارتفاع مستوى البطالة وتهميش قطاعات أساسية كالشباب والمرأة. لذا من الضرورة أن تكون هناك سياسات فاعلة وواضحة وهادفة لمواكبة المرحلة الجاية. نعم سيد جهاد، من هي الدول في المنطقة التي وجدتم أن هنالك سرعة في التعافي بخروجها من الجائحة؟ ودون أن نضع سبب آخر ربما للتعافي وهو عودة أسعار النفط للارتفاع، وأقصد هنا طبعا الدول المنتجة للنفط، هل تعافيها السريع يعود فقط إلى ارتفاع أسعار النفط، ولا أيضا بسبب سياساتها التي استطاعت طبعا تطعيمية أن تحمي اقتصادها سريعا؟ بالواقع بالدرجة الأولى عملية الانتعاش السريع هي لسببين. السبب الأول مثل ما تفضلتي وقلتي كان في إجراءات سريعة العام الماضي لحماية المجتمع للعودة تدريجيا إلى الحركة الاقتصادية من خلال إجراءات إدارية واجتماعية واستعمال التكنولوجيا. الإسراع بعملية التطعيم والوصول إلى مستويات عالية جدا عالميا هو من العناصر الأساسية التي ساهمت بتخفيف عدد الإصابات وأيضا بالقدرة على فتح الاقتصاد بسرعة، مما شاهدناه من مطلع هذا العام يلي استدعى أنه نرجع نعيد توقعاتنا للمنطقة ورفعها بين نيسان أبريل وتوقعات الحالية. ارتفاع أسعار النفط كان له تأثير إذا بدي أقول على الأعوام المقبلة، لأنه مثل ما بتعرفي اتفاق أوبك بلس حدد سقوف للإنتاج وسقوف للتصدير، واليوم العودة إلى ما كانت عليه القدرة الإنتاجية والتصديرية أي قبل عام 2019 وعام 2018 لن يكون قبل عام،
لهذا السبب اليوم اللي ساهم هو السياسات والإجراءات المالية والنقدية والصحية، اللي ساهم هو استراتيجيا الإسراع بعملية تلقيح ووجود بنية تحتية صحية واجتماعية جيدة. هذا كمان شفناه بدول أخرى مثل المغرب مثلا، اللي كمان كان هناك في نقل نوعية سريعة. عم نشوفه حاليا بدول أخرى مثل الأردن يلي صحيح أو مصر تأخروا بهذا المجال، إنما اليوم في إسراع بعملية التلقيح وعملية الخروج من الأزمة. طيب لأي حد بتعتبره ممكن تستخدمه مصطلح مثل مع ازدهار أسعار النفط تحقيق فوائد لدى هذه الدول، وبالتالي الانتقال من العجز إلى الفائض في ميزانيات؟ السعودية أعلنت في بيانها السابق بأنها ستنتقل من العجز إلى الفائض مع مطلع 2023. من ممكن يكون أسرع أيضا في الخروج من العجز إلى الفائض؟ بالواقع التحسن هو يشمل أيضا ثلاث عناصر إضافية. أولا التحسن بالاحتياطات، خاصة الاحتياطات الخارجية، التحسن بميزان المدفوعات والحساب الجاري، والتحسن بوضع ميزانيات الدول. وبالواقع التحسن هو أيضا آتي من إجراءات تم اتخاذها خلال الأعوام الماضية لتنوع مصادر مداخيل الدول. يعني شفنا بالمملكة العربية السعودية رفع مستوى الضريبة على القيمة المضافة، العمل التدريجي على تخفيض بعض مصادر الإنفاق، شفناها أيضا بدول أخرى مثل مؤخرا بعمان، بالبحرين، بقطر. تنويع مصادر الإيرادات رح يكون عنصر مهم. الخروج التدريجي من آليات الدعم أيضا سيخفض مستويات الإنفاق. العودة إلى النشاط الاقتصادي اليوم وخاصة القطاع الغير نفطي سيساهم أيضا بتوسيع رقعة الاقتصاد وتوسيع إيرادات الدولة. وبالمرحلة المقبلة 2022 وما بعد سيكون لارتفاع المداخيل النفطية أيضا دورة بتخفيض العجز وأيضا تخفيض المستوى العام للمديونية. جميل جدا. أنتقل إلى مصطلح لن أقول جديد لأنه كان يستخدم، ولكن لا أنا ولا أنت من جيل الكساد العظيم حتى نذكر استخدام هذا المصطلح، التضخم المزمن. اسمح لي أستخدم هالتعبير، يعني بدنا نعتبر أنه لو تم معالجته ممكن أنه يزول. هل هو امتداد جغرافي أكثر سيد جهاد أم امتداد زمني؟ كم من الأعوام بحسب صندوق النقد الدولي وخبرتك ممكن إذا استمرت أسعار التضخم بالارتفاع أن نطلق عليه فعلا أنه تضخم مزمن؟ هل يشبه العشرين عام السابقة بعد الكساد العظيم؟ بالواقع هو سؤال كتير مهم اللي عم تتفضلي وتسألي حاليا. إذا رجعنا إلى أسباب التضخم تعود إلى العودة إلى الانتعاش السريع يلي هو رفع مستوى الطلب بالعالم، وكان في هناك اختلالات بين العرض والطلب. يعود أيضا إلى ما يسمى البيس إفكت يلي هو العام الماضي كان في تراجع بالأسعار، لهذا السبب شفنا ارتفاع كبير بالأسعار. وأيضا اللي عم نشهده حاليا هو هناك ما يسمى تشنجات بسلاسل الإنتاج، وفي يعني نقاط ضعف. المتوقع أن يكون عام 2021 هو عام ارتفاع الأسعار إلى مستوي الأعلى وتدريجيا تنخفض بالأعوام المقبلة. إنما إحنا بنعرف أنه مخاطر التضخم على طول حساسة وإلى تأثير على الاستقرار الاقتصادي وأيضا استقرار الاجتماعي، نظرا لنوعية التضخم اليوم اللي عم نشوفه حاليا مع ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية والمواد الأولية. لهذا السبب يجب أن يكون هناك عدة مسارات. المسار الأول هو تحريك أو عودة إلى النشاط الاقتصادي الصحيح من خلال عودة للقدرة الإنتاجية عالميا. هناك أيضا ضرورة للمواكبة من قبل السلطات النقدية لمتابعة الأسعار والتأكد أنه هذا الارتفاع هو مرحلي، وإذا اضطرت البنوك المركزية أن تتدخل من خلال إعادة نظر بنسبة الفوائد لجهة رفعها مرحليا أن لا تتأخر عن ذلك. بيطلب هذا الأمر أيضا تنسيق أكبر عالميا، وهون من الضروري متابعة ما يجري من قبل البنوك المركزية الكبرى Federal Reserve، البنك المركزي الأوروبي، وأيضا
البنوك المركزية الأخرى. يتبقى لدي سؤال أيضا مهم جدا في موضوع الفروقات بين السياسات النقدية. برامج التحفيز كانت قوية، في دول بدأت تسحب بالتدريج، في دول بعدها مستمرة وكأنه ما في مراقبة متى لازم نخفف من هاي البرامج. العالم بدل ما نستخدم تضخم مؤقت أصبح تضخم مزمن. في دول بحسب تقريركم بدأت بتجديد السياسات النقدية، رفع أسعار فائدة وغيره، دول ما تزال تتمهل وتتأنى. هذه الفجوة سيد جهاد ماذا ستخلق لدينا في الاقتصادات؟ بالواقع هو هذا السؤال الأساسي اليوم اللي عم يسألوه كل صناع القرار. وشو ممكن ينعمل حالياً؟ أولاً الأولوية القصوى تبقى هي حماية حياة المواطنين، وخاصة بالدول اللي بعد ما حصلت على مستوى من الحصانة الصحية الكاملة، رفع مستوى عملية التطعيم. الأولوية الثانية هي إذا بدنا نقول وبدقة العمل التدريجي على حصر الدعم بمن هم الأكثر حاجة له، يلي هن المؤسسات الصغيرة، القطاعات الغير رسمية، الشباب والمرأة، وخروج تدريجي لهذا الدعم للمؤسسات الكبيرة أو القطاعات يلي اليوم بحالة انتعاش. اثنين، هناك ضرورة بالحفاظ على القدرة الانتاجية، وهذا يتطلب إعادة تأهيل القوى العامة. وبالتقرير اللي أصدرناه نبين تأثير هذه الأزمة على القوى العاملة ومخاطر ارتفاع مستوى البطالة. هذا بيتطلب عمل حثيث، وأيضا بيتطلب تأثير هذه الأزمة على المؤسسات دعمها، وخاصة تلك الصغيرة والهشة، لأن تتمكن من الاستمرارية. المؤسسات الكبيرة، القطاعات اللي اليوم أصبحت بوضع أفضل، ليس من الضرورة الاستكمال بتأمين الدعم لها. سيد جهاد، في آخر لقاء لك معنا تحدثتم عن برامج دعم صندوق النقد للدول العربية المتضررة من جائحة كورونا بسبب الأوضاع أيضا الداخلية فيها. اليوم وصلت معهم وهل في استجابة؟ أتحدث عن لبنان، تم تشكيل حكومة. العراق في طريقها لانتخابات ديمقراطية. هل لك أن تحدثنا في سؤالنا الأخير، هل ستصرفوا الوعود التي كنتم الشرائح لمساعدة هذه الدول كونها التزمت بما كنتم تنتظرونه؟ بالواقع عام 2021 كان المرحلة اللي ارتفع فيها دعم صندوق النقد الدولي للمنطقة لأعلى مستوى عالميا، يعني تقريبا رفعنا بحوالي 60%. مصر، الأردن، المغرب، تونس وغيرها من الدول يعني حصلت على سيولة كانت ضرورية لمواجهة الجائحة. كما تعلمين بالعام 2021 سيوزع الصندوق حوالي 45 مليار دولار وحدات سحب خاصة يلي لدول المنطقة يلي رح تساهم برفع مستوى السيولة، تعالج الحاجة إلى نفقات إضافية لمواجهة الجائحة وتعطي استقرار أكبر. فضلت وحكيتي عن عدة دول بعد مصر، المغرب، تونس. نحن اليوم على تواصل مع لبنان، أرسل رئيس الحكومة بطلب إلى معونة من الصندوق. يعمل حاليا فريق الصندوق مع الفريق اللبناني على تحديد الحاجات والأولويات والنظر بالخطة التي تضعها الحكومة اللبنانية. جميل. حاليا مع العراق كان في هناك حوار مستمر، وأخيرا يعني خلال الأيام المقبلة كذلك الأمر كمان كان مع البنك المركزي ووزارة المالية، بانتظار نحن تشكيل حكومة جديدة لاستكمال المشاورات. ما في شك أنه بالنسبة للعراق ارتفاع أسعار النفط يساهم بتخفيف الحاجات، إنما العراق مصر على، وهذا عمل جيد، على الاستمرار بالعملية الإصلاحية واستعمال دعم الصندوق لتسريع هذا العمل. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر. تقرير يعني جدير بالمتابعة والقراءة، يعني من أجملها على الإطلاق، ربما في طريقة تحليله لما يحدث خلال هذه الفترة الحرجة. ضيفي من واشنطن السيد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، شكرا جزيلا لك. شكرا على استضافتك. إذن بهذا نكون قد انتهينا من هذه المقابلة الخاصة حول تقرير آفاق الاقتصاد في المنطقة من صندوق النقد الدولي. شكرا للمتابعة.